اهلا بيكم، تعالوا نعمل مع بعض صينية سمك. السمك اللي جبته السمك المرجاني، نعمله مع الطماطم، وممكن تحط معاهم بصل وتزوده لو حبيته، فلفل، بطاطس، اللي انتوا حابينه. لكن هعمل جنبيهم كمان طبق من رز بالكركم. تعالوا نبتدي مع بعض وصفتنا. اهم حاجة يكون السمك طازة، التتبيلة هتكون حاجات بسيطة جدا، وحتى الحشو والخضار اللي استعمله حاجات اللي موجودة عندي، موجود في البيت او ممكن انا استعيض عنها. هجيب توم، احط عليه شوية ملح، بابريكا، كمون، ودول بحط عليهم شوية عصير ليمون وزيت وبقلبهم. دول اللي بتبل بيهم السمك. طالما السمك طازة انا مش عايز اغطي طعمه، طعم السمك في حد ذاته هو حلو لوحده، والتتبيله بتبقى حاجه بسيطه، فبقطع من السمك خلال الجلد بعد ما بشيل القشر اللي موجود عشان النكهه دي تتغلغل جوه السمكه من في اللحمه بتاعته، وكمان من جوه البطن. بعد ما كل ده بيتغسل ممكن اغسله بشويه دقيق وميه، وما بحطش خل عليه في الغسيل زي ما بعمل في الفراخ ساعات. بعد ما اتاكد ان السمك كله اتبل بالتتبيله ديت، بجيب شويه من الكرفس، من العروق الكرفس اللي انا هستعمل ورقه، والليمون اللي انا قشرته علشان استعمل العصير بتاعه، بحشي بيها السمكه من جوه هتديها طعم ونكهه. بعدين بجيب بصل اقطعه حلقات، التوم بفرمه حتت صغيره، الطماطم، الكرفس بقطعه، بتبل دول بشويه فلفل اسود وملح، وبجيب قرنين فلفل حاميين على اساس هستعملهم للنكهه، بحط شويه زيت في الصينيه اللي ادخلها الفرن، فوقيها حلقات البصل، حلقات الطماطم، وزي ما قلت ممكن تستعيدوا عنها لو عايزين تحطوا بطاطس رفيعه، فلفل، اللي انتوا عايزينه، حط التوم والكرفس. وبعدين بحط السمك، ولو في اي تتبيله تانيه بضيفها عليها من فوق، وما بغطيهاش بالخضار، بس بحط شويه من من الطماطم وشويه بصل وكرفس وشويه توم، بقيه العصير الليمون، وكمان بقيه الزيت والفلفل الحار. و بكون محضر فرن حرارته 175، وشوية مية صغيرين بحطهم في الصينية اللي هستعملها دي، مش بغطيها، بحط شوية يعني 4 معالق بالكتير، ادخلهم الفرن، ودول ما بياخدوش سوا كتير، وعبال ما يستووا هنعمل مع بعض رز. الرز ده اعمله مع كركم، فلفل ابيض، وبصل مفروم، وزيت. الاول بسخن الزيت في قلب حلة صغيرة، هعمل 1.5 كوباية من الرز وهتبله، وهيبقى الحبهان هو الطعم اللي فيه. بعد ما بسخن الزيت بحط الحبهان ياخد نكهه، واحمر البصل شويه او ادبله، بضيف عليه الفلفل الابيض عشان يفضل لونه ابيض، مش عايز استعمل فلفل اسود فيه. احط كركم، وممكن استعمل فلفل اسود بس انا مش عايز الحبيبات نفسها اللي فيه اللي يبقى السودة دي تبان، الابيض يبقى ايه افضل واحلى. بعدين بحط الرز بعد ما بغسله، وبالنسبه لكميه الميه بتبقى قد كميه الرز، بزود عليها ممكن 2 معلقة واسيب ده يغلي شويه، واضيف بعد كده الملح. ممكن احط الملح الاول لكن انا بسيبه بس يا دوبك يتداخل الميه فيه في الرز، وبمجرد ما بيبتدي يغلي تاني بغطيه واتاكد بحت الغطا، واهدي النار عليه واسيبه لغايه لما يستوي، ممكن ياخد 15 دقيقه حسب كميه الرز وحسب الحراره اللي عندي. ده بقدمه مع طاجن السمك اللي انتوا شايفينه، مفيش احلى من كده، وبالهنا والشفا.